السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي. حلقة كده على الصبح، تحدي قوي جدا جدا أمام الكابتن نبيل معلول في الأيام المقبلة. 3 مباريات ودية ومنهم مباراة من أيام الفيفا، مباراة هيترتب عليها تصنيف جديد للمنتخب السوري الأول للرجال. مباراة منهم هتكون مع صاحب الأرض، يعني هنلعب مع منتخب هو يمتلك الأرض اللي احنا بنلعب عليها وهي أرض الإمارات. هنتكلم إن شاء الله النهاردة بإذن الله عن مواعيد المباريات دي، وكمان هنتكلم عن القنوات الناقلة لتلك المباريات عشان إن شاء الله تحققوا مشاهدة ممتعة لتلك المباريات الهامة جدا جدا، والتي هي تمثل التحدي الأول للكابتن نبيل معلول على أرض الواقع. مبدئيا، وناس كتيرة سألت امبارح، يا ترى معسكر الكابتن نبيل معلول المقبل في الإمارات هيكون كم يوم، وهيكون أو هيبتدي في أي يوم بإذن الله إن شاء الله. تم الإعلان أمس على أن معسكر المنتخب السوري الأول للرجال في الإمارات سيبدأ بإذن الله إن شاء الله يوم الاثنين الموافق 5/10، وهينتهي بإذن الله إن شاء الله يوم الثلاث الموافق 13/10 بإذن الله. 8 أيام مكتملة هي معسكر المنتخب السوري الأول للرجال في الأيام المقبلة. كمان أنا اتكلمت معاكم امبارح ان المعسكر ده مش هيتضمن بس لاعبين محليين، ده كمان هيكون فيه لاعبين محترفين، ويمكن اتكلمنا عنهم امبارح. اتكلمنا عن عمر السومه وعن عمرو ميداني وعن سيمون امين وعن احمد الصالح وعن محمود المواس، ويمكن انا نسيت اتكلم معاكم امبارح عن عمر خريبين. عمر خريبين في المعسكر المقبل اللي هو من يوم 5 ليوم 13 اساسي بكل تاكيد، تحديدا وان هو شبه متفرغ، يعني هو حتى مش موجود على دكه الاحتياط مع نادي الهلال السعودي. بالإضافة إلى أن الكابتن نبيل معلول متمسك جدا جدا بعمر خريبين في المباريات المقبلة بإذن الله. وتعالوا نتحدث عن موعد المباريات الودية المقبلة. أول مباراة بإذن الله إن شاء الله هتكون ما بين المنتخب السوري والمنتخب الكويتي بإذن الله. المباراة هتكون بتاريخ 12/10 يوم الاثنين، يعني قبل انتهاء معسكر المنتخب السوري الأول للرجال بيوم. واضح أن المباراة دي هتكون ختام المعسكر، يعني هيكون ختام المعسكر بإذن الله إن شاء الله مباراة مع الكويت. كمان بالمناسبة وبأكد ليكم إن المباراة دي هتكون من ضمن أيام الفيفا. يعني إيه من ضمن أيام الفيفا؟ يعني مباراة رسمية، يعني مباراة يحق للكابتن نبيل معلول فيها استدعاء اللاعبين المحترفين من كل دول العالم، يحق له استدعاء أي لاعب مهما كان النادي اللي بيلعب معاه. طبعا تحديدا لو كنا بنتكلم على لاعبين أوراقهم جاهزة، يعني إحنا ما بنتكلمش دلوقتي على محمود داود ولا بنتكلم على جليل إلياس، لأن أصلا ما تمش التواصل معهم بشكل رسمي إلى الآن. بنتكلم عن محترفين، عن عمر السومة، عن عمر خريبين، عن محمود المواس، عن أحمد الصالح، عن محمد عثمان مع نادي الخريطيات القطري، وأيضا عن أي لاعب سوري يحق له المشاركة مع المنتخب السوري الأول للرجال في مباراة الكويت. المباراة الثانية للمنتخب السوري الأول للرجال هتكون ما بين المنتخب السوري والمنتخب الأوزباكي أو منتخب أوزبكستان. المباراة بإذن الله إن شاء الله هتكون يوم 12/11 الموافق يوم الأربعاء بإذن الله. المباراة اللي بعد كده، وهي مباراة قوية جدا جدا لأنها تجمع ما بين المنتخب السوري الأول للرجال والمنتخب الإماراتي وهو صاحب الأرض. المباراة هتكون بعد مباراة أوزبكستان بخمسة أيام فقط. المباراة هتكون يوم الثلاث الموافق 17/11 بإذن الله. نسيت أقول لكم أن المواعيد المقترحة لكل المباريات سواء كانت مباراة الكويت أو مباراة أوزبكستان أو مباراة الإمارات على الأغلب إما الساعة 4 عصرا أو الساعة 5 عصرا بإذن الله، يعني في الحدود دي. وكمان واضح أن هيكون في معسكر تاني للمنتخب السوري الأول للرجال قبل مباراتي الإمارات ومباراة أوزبكستان، وعلى الأغلب المعسكر هيكون مع بداية شهر 11، يعني مثلا ممكن نقول 1/11 إلى 5/11 بإذن الله. والسيد إبراهيم أبا زايد أمس أكد أن كل الأسماء اللي هتشارك في المعسكر في الإمارات بإذن الله يوم 5 سواء محترفين أو محليين هيكونوا بناء على اختيار الكادر الفني والكابتن نبيل معلول فقط، ولا تدخل لأي جهة أخرى، ولا تدخل للوساطة، ولا تدخل لأي رأي آخر غير رأي الكابتن نبيل معلول والكادر الفني. أما بالنسبة للقنوات الناقلة لمباريات المنتخب السوري الأول للرجال سواء كانت مباراة الكويت يوم 12/10 يوم الاثنين او مباراة اوزبكستان الاربعاء 12/11 او مباراة الامارات ان شاء الله يوم 17/11 الموافق الثلاث، كل المباريات هتكون مذاعة باذن الله ان شاء الله على قناة دبي الرياضية باذن الله، دبي سبورت HD1 او HD2. وطبعا ترددات القناة كما امامكم على عرب سات، التردد 1230 رأسي ومعدل الترميز 27500 والاف اي سي 3/4.
أما تردد قناة دبي الرياضية على قمر النايل سات فالتردد هيكون 12418 أفقي 27500 وأيضا 3 على 4 اللي هو الإف إي سي. وأيضا بالمناسبة كل المباريات ستكون مذاعة على قناة السورية تحديدا على برنامج المجهر الرياضي مع السيد والإعلامي المحترم والمخضرم الأستاذ إياد ناصر. كل التوفيق للمنتخب السوري الأول للرجال في المرحلة المقبلة، كل التوفيق للكابتن نبيل معلول في الفترة المقبلة، اختبار صعب جدا جدا وقوي جدا. بعض من الناس بتروج لفكرة ان مباراة الكويت او مباراة الإمارات او حتى مباراة أوزبكستان هي مباراة ضعيفة، كلام ده غير صحيح بالمرة. المنتخبات دي متقدمة جدا، تحديدا لما بنتكلم على منتخب الإمارات، منتخب الإمارات فايز بآخر كأس آسيا 2019، وكمان المنتخب الأوزباكي يعني له باع طويل مع المنتخب السوري، وأيضا في نجوم كتيرة جدا. يمكن الأيام المقبلة بإذن الله إن شاء الله، ممكن بكرة أو بعده، هنتكلم بشكل مفصل عن المنتخب الكويتي، وبعد كده نتكلم عن المنتخب الأوزباكي وعن المنتخب الإماراتي بإذن الله، يعني من حيث نقاط القوة ونقاط الضعف في كل من تلك المنتخب. وتعالوا نرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة. والتعليق الأول من حساب يحمل اسم WRTYX، جواب للكل اللي يبون يعرفون بحبك يا بلادي، تحرياتي سوري ساكن في مصر. طبعا الكلام ده غير صحيح بالمرة، ويعني ما اعتقدش ان انا عندي قدرة على الخداع للدرجة دي، ان انا اكون سوري وساكن في مصر ومش باين عليا خالص يعني ان انا سوري. طبعا بكل تأكيد كان هيبان. ممكن على فكرة نعمل الامر بشكل كوميدي اكتر، اكتبوا لي في التعليقات هل ممكن اطلع في النهاية ان انا سوري وان انا كنت بخدعكم في كل تلك الفترة اللي فاتت، ولا كلام الاخ اللي صاحب التعليق كلام غير صحيح وغير دقيق. وتعليق اخر من ماهر ابراهيم، اخوي ممكن ترد علي تعليقي اللاعب عدي جفال شو اخباره؟ اخي الغالي، عدي جفال وقع قبل يومين لنادي الوحدة. نادي الوحدة دلوقتي عنده لاعبين من امهر اللاعبين في الدوري السوري، وقع مع حميد ميدو، ووقع ايضا مع عدي جفال واخرين في النادي باذن الله، وطبعا وقع مع اسامة عمري بكل تأكيد. وتعليق اخر من شادي شامي، اخي الغالي الى متى تم تأجيل التصفيات الاسيوية؟ وهل منتخب سوريا سيواجه المالديف في هذا العام؟ لا، في هذا العام ليس هناك مباريات في التصفيات المشتركة للمنتخب السوري، هي فقط مباراة الكويت، مباراة الإمارات، ومباراة أوزبكستان اللي اتكلمنا عنهم في أول الفيديو. أما موعد عودة التصفيات فعلى الأغلب هتكون في شهر مارس لعام 2021 بإذن الله، وقد يتم تغيير هذا الموعد. وتعليق آخر من علي حسين، أخي الكريم خريبين ما ذكرته مع تشكيلات المنتخب السوري؟ إلو شو سبب غيابه عن تشكيلات الهلال؟ أخوك السيد من سوريا. أهلا بك أخي السيد. أنا ما ذكرتش عمر خريبين امبارح بسبب الخطأ، لأن للأمانة امبارح كان يوم حر جدا، والنهاردة برضو يوم حر، يعني حر قاتل، ونسيت بصراحة. لكن طبعا أكدت ليكم في أول الفيديو أن عمر خريبين أساسي في المعسكر المقبل، هو وعمر السومة بإذن الله إن شاء الله. تحديدا أن عمر السومة هيخلص إن شاء الله بإذن الله يوم 3 مع النادي الأهلي في دوري أبطال آسيا، وكمان عمر خريبين أصلا مش مع نادي الهلال في دوري أبطال آسيا. أما هو ليه بيغيب عن تشكيلة نادي الهلال؟ السبب هو لوتشيسكو يرى أن عمر خريبين لا يصلح أن هو يشارك مع نادي الهلال في المباريات الأخيرة. وتعليق آخر من فيصل الخالدي، هلأ مباريات إيران والعراق تم تأجيلها وليس إلغائها، صح؟ يعطيك العافية. نعم، بكل تأكيد هناك مباراة مع إيران وهناك مباراة مع العراق، ولكن إلى الآن لم يتم تحديد ميعاد تلك المباريات. على الأغلب هيكون بعد الثلاث مباريات الودية المقبلة، مباراة الكويت وأوزبكستان والإمارات، بعد كده في مباراة مع إيران وارد، مباراة مع العراق برضو وارد، مباراة مع الأردن برضو الأمر وارد. وتعليق آخر من ابن تل أسود الفارس، يسعد مساك أخي الكريم، شكرا لك على تقديم أخبار نصور قسيون. هل يوجد مباراة مع الأردن؟ أيضا نفس الكلام، الأردن هي من الخيارات، ولكن بعد الثلاث مباريات اللي تم الإعلان أمس عنهم بشكل رسمي في الأيام المقبلة. وتعليق آخر من محمد الفارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، ممكن نسأل عن اللاعب عايز عثمان وجابريال السومي؟ وشكرا لقناتكم المحترمة. أشكرك جدا أخي الغالي على كلامك الطيب. اياز عثمان وغابرييل السومي يعني هم بعيدين عن المنتخب السوري الاول للرجال الى الان، لكن ممكن الكابتن نبيل معلول يفاجئنا في الايام المقبله ويستدعي اياز عثمان وغابرييل السومي من ضمن اللاعبين المحترفين، ولو اني استبعد الامر ده. وتعليق اخر من مصطفى الدليمي، اخي هل عمر خريبين سيغادر الهلال؟ لا، عمر خريبين الى الان باقي في الهلال، واعتقد ان هو لن يتم التخلي عنه.
وتعليق آخر من حسن الناصر: هل تسعى إدارة المنتخب التواصل بشكل جدي مع خليل إلياس ومايكل إسحاج وغيرهم من المحترفين؟ أتمنى رؤية هذان الاسمين على الأقل في المنتخب. مايكل إسحاج لا، مايكل إسحاج إلى الآن ما فيش أي تواصل معاه، بالرغم من أنه هو إلى الآن مسجل تقريبا 4 أهداف مع نادي ليخ بوزنان في الدوري البولندي وعامل مستوى أسطوري، يعني تقريبا في كل مباراة بيسجل هدف. ولكن تم التواصل بشكل أكيد مع سيرجون إبراهام، وإحنا عملنا حلقة مفصلة عن الأمر ده، هسيبها لكم في العلامة اللي فوق وفي آخر الفيديو ده بإذن الله. وتعليق آخر من أحمد بن إسماعيل الزدجالي: كم عدد أسابيع معسكر المنتخب السوري في الإمارات؟ يعني الأمر ما وصلش الأسابيع، هم فقط 8 أيام المعسكر الأول في الإمارات، 8 أيام من يوم 5 ليوم 13 بإذن الله إن شاء الله، اللي هو معاد المغادرة. طبعا هيكون في معسكر بعد كده، ولكن في شهر 11 بإذن الله، وأيضا في الإمارات. في نهاية الحلقة بشكركم جدا على حسن المتابعة، كل التوفيق للكابتن نبيل معلول في المباريات الودية المقبلة، منهم مباراة أولى قوية جدا مع الكويت وهي مباراة من ضمن أيام الفيفا، منهم مباراتين بعد كده مع الإمارات ومع أوزبكستان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.